السلام عليكم جمهور قناة العصر. المقطع ديال اليوم راه عن الكلاب بحال كتواجدوا في سوق القريعة. صورنا لكم بزاف لي راس دي بتي طاي دي كرو طاي دي غون طاي عفوا وكليبات في المستوى. اللهم بارك شي حاجة مزيانة شي حاجة متوسطة. راكم عارفين السوق راه كيدخلوا لي كاع لي كاليتي. كليبات ابتداء من 500 درهم اللي بغى شي حاجة. كاين المالينو بزاف طاغية, كاين سبيدز, كاين اليوكشير, كاينين بزاف لي راس صراحة. المالينو الروط الهاسكي صورنا لكم بزاف. خلونا ناخذ لكم ارقام. كاين اللي بغى يحط الثمن, كاين اللي مبغاش يحط الثمن, اختيار ديالو. انا ما كنفرش على شي واحد شي حاجه كنقول ليه الثمن. كي بغى يقول الثمن تيقولوا, اللي ما كيبغيش راه تيخليه على الخاص. اللي عجبات شي حاجه تواصل مع الدراري ساندونا. ها هو السوق اللهم بارك ليه. راه كاين طيور وهنايا تبارك الله عليك. الله يحفظك. مرحبا. الله يسخر احتراماتي. وانتم كتشوفوا الفيديو غيبدا من هنا. كنتمنى تدعمونا بلي جيم. كاين الشرطه في السوق. ملي كتكون الشرطه راه ما كيدخلوش بزاف ديال لي راس صراحه. ما كيدخلوش لي مولوس خصوصا الكلاب الضخمه. كيكون فيها مشاكل شويه في السوق. اللي عنده شي كلب صراحه يجيب كارني, راه مهم الكارني فاكسان. وهادشي اللي كاين الله يسخر الجميع. الفيديو غيبدا من هنا ما نطورش عليكم. وفرجه ممتعه ساندو هاد العبد الضعيف. اللهم بارك. ديروا لي جيم راه مهم المقطع. وهادشي اللي كاين تبارك الله عليكم. فرجه ممتعه. عشاق المالينوا واحد الكليب اللهم بارك. راه الشاربوني تبارك الله ديال خونا عمر دريويش. ها هو عمر وديما البياس الحيه. عمر خويا لا شوف كاين الشاربوني. انا معروف شاربوني, غنبقى شاربوني. تحيه للفان كامل, تحيه للمولى. مرحبا خويا عمر الله يحفظك. شوف الله يسخر اللهم بارك فيها تبارك الله في المستوى. انا عايش بالكليبات الحمد لله بخير. الحمد لله الرزاق الله يكرمك. الحلقة مع الكحل الا اللهم بارك خويا عمر. اعطينا المعلومات خويا. تكير هذا الشاربوني راه تكير اللهم بارك. الشاربوني عنده 5 شهور ونص. كارني كل شيء هو هذاك. اللهم بارك. راك كليب تبارك الله. كليب كليب اللي عشق هذا راس اللي عشق الدم ما يتواصل مع عمر دريويش. اللهم بارك. عمر الثمن هنا الثمن على الخاص. الثمن على الخاص اللي بغى الثمن راه على الخاص. النمره ديالي انا معروف. النمره 07707015 78 هذه الرقم ديال خويا عمر اللي بغات لي. صرا عندك كليبات اخرين عمر؟ ما عنديش. عندك كليبات اخرين؟ عندي في الدار ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه اول حاجه اتصلوا به مباشره وعاد باش تدخلوا عند الواتساب ديك الساعه. قرعة راه بلبله راه صورنا لكم داكشي اللي قسم الله. والله يسخر عمر تا هو تبارك الله عليه. راك شفت تبارك الله كليب في المستوى اللي عشق اللي عز عليه الشاربوني المالينوا يتواصل مع عمر اللهم بارك. الرقم راه في الفيديو. كليبه ديسيبلين يا عمر. انتم كتشوف اللهم بارك. القباحه والدريساج ياك اخويا عمر. اللي بغى الحراسه مع الوليدات كلشي كلشي النطق. كليبه زوين تبارك الله. تكير تكير زوين عنده 5 شهور ونص. 5 شهور ونص راه بالكارنيه كلشي. اسي اسي تبارك الله. كليب زوين تبارك الله. الله يحفظك خويا عمر. كنشكرك على المقطع. مرحبا خويا. الله يسر. الله يسخر لك. الله يحفظك. جمهور قناة العصر الناس الملوعين. تحية للجميع. اليوم عاوتاني اللي راس السلالات والانواع ديال الكلاب اللهم بارك. اش كاين هنا عاوتاني؟ راه سبيتس واليوكشير اللهم بارك. سبيتس هنا اللهم بارك. شحال عندهم في السن؟ 43 راه عندهم 43 يوم. عشاق الكلاب الصغيرة ديال البارطمان راه اللهم بارك. نونوس وبتي طاي كيف قال لكم الاخ سامي معانا تا هو اللهم بارك. السن كل شيء قد قد. هادو شهرين قل سيمان. هادو شهرين قل سيمان. هاد الكوره نتاوي؟ هاد الكوره وهادو نتاوي. هادو الكوره وهادو نتاوي. سبيتس نتاوي واليوكشير راه الكوره اللي بغاهم. الثمن؟ الثمن مناسب على الخاص. الثمن راه على الخاص. هادشي اللي كاين وراه الاخوان يتصاوبوا معاكم. هادشي اللي كاين. اييه قناه العصر هذه راه الوالدين ديال هذه البياسه اللهم بارك. هذه الكليبه اللي كتشوفوا هو هذا ما واحده اخرى ديال الكوبلاج. اييه فهمتيني هذه ديال الكوبلاج وهذه بنت ولد هذا. اييه هذه راه ولد هذا. انتم كتشوفوا كاع المعلومات تلقاو لكم الدراري. بنادم كلشي يعرف اشنو كاين. سبيتس الله راه عاوتاني. هذه الام ديال هذه هي الام ديال هذه الكليبات اللهم بارك. راه سبيتس نعم.
اللي بغا مره بيض حليب وكاين كوبلاج كاين كلشي بون بيض كاين الكوبلاج كاين الفيديو اللي بغى شي حاجه راه تواصلوا مع الدراري في الرقم ديالهم ان شاء الله واللي بغى شي حاجه راه يتصاوبوا معكم راه كليبات زوينين كليبات ديال البارطمان ديال اي بلاصه والجويجه ديال اليوكشير شي للبيع اللي بغا هادو راه للبيع هادو الكوبلاج اه للبيع شي واحد حتى من لا بغى شي واحد شي حاجه راه بجوج من البيع راه تكيروا انتوا اللي بغى شي حاجه خليو لنا شي رقم 0627 15 10 31. هذا هو الرقم ديال الاخوان سامي خويا مساء الخير تحياتي الله يحفظك ليا الله يحفظك ليا بالبره اييه اتصل بيا قال لي الوريقات تصيفطوا لي لاي بلاصه بغا المهم راه سمعتوا واش قال لكم اللي بغى المالينو اللي بغى يصيفط شي كلب لبرا راه سامي راه يوقف معكم في هذا الاخر 06 06 62 0 14 هذا هو الرقم ديال الاخ سامي اللي بغى شي حاجه جميع المدن اللي بريزون جميع المدن انتما كتشوفوا اللهم بارك هنايا عاوتاني انتما معنا عاوتاني عنده سكر ديال سميت للبيع راه عنده 6 شهور المهم اللي بغى لي راس بيتي طاي راه ديال لابارتمون ديال الفيلا ديال اي بلاصه اللي عنده الضيق اللي ما عندوش الضيق النمره ديالك النمره اي ناخذ النمره سامي 07 07 61 62 42 17 هذا هو الرقم ديال الاخوان اللي بغى شي حاجه اللهم بارك خويا سامي راه عنده هاد اللعيبات اييه راه عنده لي زاكسيسوار سامي عنده كل شيء اللي بغى شي حاجه تواصلوا معاه راه عنده محل في القريه ان شاء الله نديروا شي فيديو ان شاء الله عندك اسامي خويا الله يسخر لك اسامي تبارك الله عليك راه قال لكم سامي اللي بغى يبيع شي كليب تاخذ من عنده سامي لا خذوا معايا ما تكونش حاجه زوينه واللي بغى يشري كليبات اللي بغى يصيفط لبرا يتواصل مع سامي خويا الله يسخر الدراري تبارك الله عليكم الشباب راك شفتوا الكليبات الله يحفظكم الدراري اللهم بارك عشاق الهاسكي اللهم بارك هانتوما كتشوفوا راه كليبات نقيين تبارك الله ذكر انتوا غادي نمشيو راه بجوج من التيوات اللهم بارك هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله شي حاجه في السرا شي حاجه زوينه لا النوس السن ديالهم شايرهم شاير شي تياكلوا راسهم اه تياكلوا راسهم اه انتوما كتشوفوا اللهم بارك اللي بغى شي حاجه الثمن هنايا الثمن على الخاص الثمن على الخاص ما كاينش مشكله سامي خويا اللي بغى شي حاجه تواصلوا مع الاخوان خليو لنا شي رقم راه كتشوفوا الكليبات تبارك الله في صحه جيده راه عنده كل عين في لون انتما كتشوفوا اللهم بارك وين الزرقين تبارك الله راه كليبات زوينين تبارك الله اللي بغاهم تواصلوا مع الاخوان ناخذ الرقم ان شاء الله هانتما كتشوفوا 06 77 32 13 18 بلس 13 سير 54 هذا هو الرقم اللي بغى شي حاجه عاوده 06 77 32 18 54 هذا هو الرقم ديال الاخوان اللي بغى الكليبات تواصل مع الاخ شكرا اخي تبارك الله عليك الله يحفظك الله يجيب التيسير الله يجيب التيسير ومعنا الاخ سامي هو فين حاط العيبات راه عنده محل في سوق القريعه اللي بغى شي حاجه تواصلوا معاه راه دابا الولاية ضروري الحد خاصو يحط الطويبله ديالو شي هو واش ولا مع الناس سامي اش كاين البيرجي هنايا اللهم بارك تكير تكير راه تكير انتم كتشوفوا معنا اللهم بارك سنة سامي هنايا شهر ونص راه عنده شهر ونص اللي عشاق البيرج كاري دومي كاس كاس دومي كاس راه دومي كاس بوان لون راه بوان لون زغبه طويله دومي كاس اللهم بارك سامي خويا اللي بغا 600 درهم البياس اللي بغا 600 درهم البياس اش كاين تحت سامي ما خو تكير وادي هذاك راه خو هذاك وادي انت وادي الكانيش الكانيش ما كانيش كانش بيشو بيشو هافاني 700 درهم اللي بغا راه 700 درهم اللي بغا عنده 3 شهور عنده شحال 3 شهور راه عنده 3 شهور راه بشي طاي انتما كتشوفوا اللهم بارك اللي عشاق شي حاجه تواصلوا مع سامي سامي 06 06 62 06 14 14 هذا هو الرقم ديال سامي كاين الروت كاين الصطاف اللي بغى شي حاجه اي فاصل من الكيلومتر تواصلوا مع سامي حتى اللي بغى يصيفط لبرا مرحبا راه سامي اي بلاصه في المغرب في اوروبا في افريقيا يتصل بيا مرحبا خويا سامي تبارك الله عليك سامي كنشكرك على المقطع الله يسخر لك الله يحفظك حتى انا راه موحشكم اخويا الله يحفظك تبارك الله عليك خوتنا معنا واحد سلالة الروتويلر هنا اللهم بارك نتيوا شحال عنده في السن؟ عنده عام ونص راه عنده عام ونص انتم كتشوفوا اللهم بارك ولده وحده ودابا طيح راه والده ولده وحده ودابا رفع لا شالوغ اللي بغا يكوبلي ولا راس قدم زوينه قال لكم الاخ انتم كتشوفوا معنا اللهم بارك كاين الكارني كاين كل شيء كل شيء ها هو الكارني ديالو راه داير لي فاكسان اللي بغا راه نخليو لكم الرقم ان شاء الله الثمن هنايا
انت مالا نتفاهم معاك. المهم الاخ راه يتفاهم معاكم هذا الشيء اللي كاين. 07 06 39 47 47 34 هذا هو الرقم ديال الاخ. وكاين هذا الهاسكي تا هو ونوريوه لكم. راه عنده 7 شهور عنده الكارني. كلشي وريك. راه عنده الكارني تا هو انتم كتشوفوا معنا عند الاخ. راه عنده 7 شهور تكير. تمام. تمام 500 درهم. تمام 500 درهم انتم كتشوفوا اللي بغا شي حاجه 50 اورو. الله ينتي ور اللي صورنا لكم. قبيحه قبيحه الحراسه قدام الحراسه. قدام. اللي بغى الحراسه اللي بغى. وراه اون شالور قال لكم الاخ اللي عنده شي تكير وبغى يكوبلي راه الرقم في الفيديو تواصلوا مع الاخ والله يسهل على الجميع. الله يحفظك عسيري مرحبا هذا واجب الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يجيب كيسير الجميع هانتوما كتشوفوا معنا السوق حنا الفوق هنا يقع السوق بداك يعمر راه كتشوفوا كاين هذيك السلطات هذيك محاربة المدار هذوك راه تيديو الكلاب اللي ما عندوش كارني ولا شي حاجة راه كيدو ليه الكلب ديالهم الأفضل اللي عنده شي كلب يدير ليه الكارني لي فاكسان ويهني راسو من هاد المشاكل كاملة وانتم كتشوفوا السوق معنا السوق راه خاوي شي حاجه كاينه المالينوا بزاف صراحه حنا غنصور لكم اجواء ديال السوق غنصور لكم شي كليبات غنحاول نصور لكم كليبات اثمنه طايحه اثمنه طالعه هاي البياسه ديال الرطل صورنا لكم ديال الاخ انتم كتشوفوا معنا هي عنقر اللي بغات توصل مع الاخ يدير معكم شي مان زوين راه طايحه اون شالور والده مره وحده وهذا الشيء اللي كاين الله يسخر الجميع معنا الشباب كانيش هنايا اش من الكانيش اش من راس الكانيش بيشون مالطي راه بيشون مالطي هنايا وكاين هنا المالينوا هانتوما كتشوفوا الله مبارك البيشون شحال عندهم عندهم خويا شهر وخمسة راه عندهم شهر وعشر ايام تخرج ياكلوا راسهم راه كياكلوا راسهم اللي بغاهم الثمن 900 900 درهم تكور انت ياوي فين انت ياوي انتي وراي هذيك اللي من ليه هو تكير الثمن 900 درهم وهنايا راه كاينه المالينوا تكيرتي هو راه تكير ثمنو كنقول 500 راه تيقول فيه الاخ 500 درهم 50 اورو عنده شهر وثلاث ايام عنده شهر وثلاث ايام تكير راه تكير راه كاين شي الوالد الوالدين البيع تا هما البيع تا هما البيع اللي بغى شي حاجه راه نخليكم الرقم ديال الاخوان خليونا شي رقم اللي بغى 06 44 87 41 78 هذا هو الرقم ديال الاخوان اللي بغى شي حاجه المالين 500 درهم هادو 900 درهم اللي بغاهم راه دي بيشون والله يسخر الدراري تبارك الله عليكم الشباب اللهم بارك الله يسخر الله يحفظكم سامي خويا المالينوا دو مال جوج كوره هنا السن ديالهم شهرين وشحال راه شهرين وشي حاجه شاربوني زوينين اللي بغا البنات دياله لي فار واقفين اللهم بارك اللي بغا شي حاجه راه الاخ سامي في الخدمه اللهم بارك خويا سامي ثمن سامي هنا 1000 درهم ثمن 1000 درهم بيسه زوينين 100 اورو 100 دولار تقريبا على حسب الدولار واش طالع ولا نازل هانتوما كتشوفوا سامي 06 06 62 06 14 هذا هو الرقم ديال الاخ سامي الله يسخر اللهم بارك راه كتشوفوا الكليبات اللي بغى شي حاجه ذكوره هادو سامي ذكوره راه ذكوره اللي بغاو